نشرة السودان في دقيقة، أهلا بكم. مواطنو الجديد عمران التابعة لولاية الجزيرة يمنعون والي الولاية إدريس الكنين من دخول المنطقة، وأن قرار المنع تم اتخاذه من قبل لجان المقاومة، فيما بدأ الوالي مندهشا حيث قال المتحدث باسم اللجان أن الوالي لم يقدم شيئا للمنطقة على حد تعبيره. مصدر نيابي يكشف عن انسحاب المتحري في بلاغ قتيل الكلاكلة بهاء الدين نوري بعد طلب المحكمة إعادة الاستجواب في القضية، وأن وكيل النيابة هيثم محجوب انسحب قبيل تحويل البلاغ إلى المحكمة بعد تلقيه طلبا بإعادة الاستجواب. حاكم إقليم دارفور مني أركمناوي يعلن استغناءه الكامل عن المبالغ المالية التي التزم بها أصحاب شركات التعدين تحت بند المسؤولية الاجتماعية، وكان مبارك أردول قد طالب مدراء شركات التعدين بتوفير مبلغ 1,000,000 جنيه للمساهمة في تنصيب مناوي. مسؤول بوزارة التربية والتعليم يقر بأنه لم تتم طباعة نسخة واحدة من منهج المرحلة المتوسطة، فيما كشفت غرفة الطباعة والتغليف عن عدم استلامها أصول المناهج التي تمت إجازتها مؤخرا لتشرع في طباعتها، مؤكدا بوجود إشكالات في التصميم. نهاية نشرة السودان في دقيقة، إلى اللقاء.